بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم سلسلة صنعوا الكمبيوتر. إعداد وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد، دعاية وتسويق زاوية الفردوس، متغمر المنصورة، مصر، 016-5047-329، 016-5072-96، learnone@gmail.com، fhrogroup@yahoo.com، fhrogroup@hotmail.com. دي طبعا الايميلات وارقام التليفونات للتواصل والمراسله او الاستفسار. مدونه السلسله www.onefirstyear.blogspot.com. النهارده هنتكلم في حلقه خفيفه عن موضوع اسمه اليوزر اكاونتس، ازاي اتعامل مع حسابات المستخدمين. يوزر يعني مستخدم، فيوزرز يعني مستخدمين، واكاونت يعني حساب. فحسابات المستخدمين يعني ان انا جهاز يبقى له اكتر من شخص بيقعد عليه. بمعنى ان مجموعه اخوات احمد ومحمد وابراهيم بيقعدوا على الجهاز، فكل واحد عايز له ديسك توب لوحده، وكل واحد عايز له شويه اوبشنز مظبطه في الجهاز لوحده كده يعني. الالوان، السيمز، الحاجات دي كل واحد بيفضل حاجه يعني. فكل واحد بقى له اكونت منفصل عن التاني بباسورد مثلا، او حتى من غير باسورد، ممكن ده ممكن ده. دي حاجه. تاني حاجه، في حاجه اسمها ممكن اعمل اكونت للضيوف، اللي هو واحد يقعد على الجهاز بس مش من اهل المكان، فممكن يبقى نعمل اكونت للجست اللي هو الضيف، يجي يدخل عليه من غير ما نحط له عليه باسورد، او من غير ما نحمي باسورد، بحيث ان اي حد يقدر يدخل عليه. بس طبعا الحاجات دي ممكن تكون ايه محدوده شويه، هنتكلم في الموضوع ونفصله حالا. بس ده مقدمة بسيطة عن احنا عايزين نتكلم عن ايه. اول حاجة هنجيب طبعا الموضوع، كل الاوبشنز وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها لما نحب نجيب اي حاجة، دايما بندور اذا كان برنامج بندور على قائمة اوبشنز، اذا كان في الويندوز بندور على كنترول بانل. يعني اذا كنت بدور على خاصية معينة او حاجة معينة عايز اظبطها او اغير فيها او اعدل فيها، بدور في اي برنامج على الاوبشنز. على الاوبشنز هتلاقي في قائمه تولز دايما في قائمه اسمها تولز، ودايما في اخر التولز في اوبشنز. من الاوبشنز دي بقدر اظبط حاجات كتير. كذلك في الجهاز او في الويندوز نفسه بدور على الكنترول بانل. فانا فتحت ستارت وضغطت على كنترول بانل. طبعا كنترول بانل من هنا لو وقفت عليها يقول لي كنترول بانل. ايوه، بروفايد اوبشنز، يعني بتوفر لك اوبشنز الجهاز بحيث انك تقدر تتحكم فيه وتظبط خواصه. الكنترول بانل ليها شكلين زي ما قلنا قبل كده، في الكلاسيك كاتيجوري اللي هو المعروض حالا ده، وفي اللي هو الايه المودرن كاتيجوري او كاتيجوري حديث. طبعا الكاتيجوري الحديث ده ظريف بالنسبه لبعض الناس، بس الاسهل في التعامل هو الكلاسيك كاتيجوري اللي هو ده. من هنا طبعا بنغير الكلاسيك كاتيجوري ده. كويس جدا لانه بيعرض لي كل الحاجات اللي متاحه بالنسبه لي بحيث اجيب الحاجه اللي انا عايز اجيبها في ثانيه واحده. فنخش على اليوزر اكونتس لحسابات المستخدمين، أو حسابات المستخدم حقيقة يعني، لو عايزين بس مش يعني الترجمة العربية ممكن تبقى حسابات المستخدمين أفضل يعني. بنتكلم الأول على إن إيه أنواع حسابات المستخدمين، يعني الأشخاص اللي بيقعدوا على الجهاز، الناس اللي بيستعملوه، إيه أنواعهم في التحكم بالجهاز. أول حاجة في واحد اسمه كمبيوتر أدمنستريتور، اللي هو مدير الكمبيوتر أو متحكم فيه أو مسيطر عليه. ده أعلى درجة، ويقدر يتحكم في الكمبيوتر بشكل إيه كامل. بمعنى ان هو يسطب برامج، يشيل برامج، يعمل اي حاجه. في واحد تاني اسمه ليميتد اكاونت، يعني واحد امكانياته محدوده، بمعنى ان هو يقدر يقعد على الجهاز ويشغل الحاجات اللي موجوده عليه، بس ما يقدرش يسطب برنامج، ما يقدرش يشيل برنامج، ما يقدرش يغير في الاوبشنز المهمه من الجهاز. كويس، لانه ايه امكانياته محدوده. فانا ممكن اعمل لو انا اخ اكبر مثلا وعندي اخوات صغيرين، او اب وعندي اولادي، فاعمل لهم ايه اكونتس ليميتد. لو هم كانوا كثيرين العبث بالجهاز مثلا، فانا اقوم اعمل لهم اكونت بتاعهم ليميتد، بحيث ان انا اسال على نفسي مش كل شويه هم لخبطوا الحاجات وانا ارجع اظبطها تاني. دي حاجه. الحاجة التانية اللي عايزين نوضحها ان مش معنى ان كل واحد فيهم اكونت ان كل واحد فيهم عدي على جهاز مختلف عن التاني، لا. يعني هو نفس الجهاز، نفس محتويات الهارد، كلنا بنقعد عليه، بس الفرق ان انا بقعد عليها وانا هنا احمد، وانا هنا محمد، وانا هنا ابراهيم. يبقى التلاتة دولت كل واحد بيقعد عليها بشكل تاني، بصورة تانية، انما هي هي. اذا كان عندك مادة، مواد على الجهاز، مواد معينة، كتب مثلا على الجهاز، ده هيقراها، ده هيقراها، ده هيقراها. اذا كان عندك نت على الجهاز، ده يدخل على النت، ده يدخل على النت، ده يدخل على النت. كويس. في اوبشنز بتبقى متاحه للادمنستريتور زي ما قلنا، اعلى منهم. من ضمن الاوبشنز ان هو بيتحكم في الناس الاقل منه، يعني الادمنستريتور ده المدير، الناس ديت كانها ناس تحت ايده.
فهو يقدر يتحكم في الـ في الاوبشنز المتاحه ليهم، يقدر مثلا يمنعه من كذا ويتيح للتاني الحكايه ديت، يتصرف يعني. هو بقى قدامه قائمه خيارات بيختار اللي هو عاوزه منه. مش عارف هنقدر نستعرض، او الحلقه تستحمل ان احنا نستعرض كل الحاجات ديت، ولا ممكن نقسمها على حلقتين او حاجه زي كده، هنشوف عموما حسب ما الوقت يسع وربنا ييسر ان شاء الله. ده الاكونت اللي هو ابراهيم عبد الحميد، ده العنوان او الكمبيوتر ادمنستريتور. كويس، لو دخلنا عليه ده طبعا بيبقى معمول على النسخه، لو رجعنا باك هنرجع للصفحه اللي كنا فيها. ده بيبقى جاي مع النسخه، يعني انت بسطت النسخه بيقول لك اسمي الجهاز ايه، وساقول له سميه ابراهيم عبد الحميد مثلا، او اعمل الاكونت الرئيسي فيه ابراهيم عبد الحميد، فهو عمل الكمبيوتر ادمنستريتور ابراهيم عبد الحميد. في سؤال، طب اقدر الجهاز يبقى له اكتر من واحد ادمنستريتور؟ اه، بس على الاقل يكون واحد، يعني الجهاز لازم له ادمنستريتور واحد على الاقل. كويس، لو ملوش ادمنستريتور خالص وانت مسحت الاكونت بتاع الادمنستريتور مش هتخش على الجهاز، يعني في خاصيه انك ممكن تمسح الاكونت بس مش من هنا، تمسح الحساب بتاع المستخدم الرئيسي، فلما تمسحه ما تقدرش تخش على الجهاز اصلا. المهم تخش على ابراهيم عبد الحميد، فبيقول لك تشينج ماي نيم، ممكن تغير اسمه من هنا، تدخل اهو اسمه ابراهيم عبد الحميد، تكتب الاسم الجديد هنا وتقول له تشينج نيم. طبعا انا هقول له كانسل، اظن سهله جدا يعني، ابراهيم عبد الحميد، واقول له تشينج نيم، يبقى انا كده غيرت اسم، اسميه اي حاجه بقى. ماشي، this name will appear on the welcome screen and on start menu. طبعا لو ضغطت على start menu هلاقي ابراهيم عبد الحميد موجود اهي، هو ده الكلام اللي هو كاتبه. ويلكم سكرين اللي هي شاشه الترحيب، اللي هي اول ما اجي اخش على الويندوز اول شاشه بتقابلني بعد ما الويندوز يحمل، يجيب لي علامه التحميل ديت اللي هي مجموعه شرط بتجري كده، فيقوم داخل على الويندوز دي عمليه التحميل. بعد ما عمليه التحميل تخلص بيقوم داخلنا على الويلكم سكرين والاقيه كاتب لي ويلكم، ففي الويلكم سكرين بيظهر لي ابراهيم عبد الحميد. كرييت باسورد، دي لو انا عايز اعمل لها كلمه سر، فانا اضغط هنا، انا مش هعمل كلمه سر بس، فبقول لي تايب ا نيو باسورد، وبعدين يقول لي تايب اجين او ري تايب، يعني اكتبها تاني. دايما لما بكتب كلمه سر جديده بكتبها مرتين، كلمه سر لما باجي اكتبها مرتين عشان يتاكد ان انا حافظها كويس، دي حاجه. فانا مثلا افترض ان انا اكتب كلمه سر 0000، لما ارجع هنا اكتبها تاني اكتبها برضه 0000، نفس كلمه السر اكتبها مرتين عشان يتاكد ان انا حافظها كويس، دي حاجه. طب لو انا كنت عامل كلمه سر وعايز اغيرها، فهقول له تشينج باسورد بقى مش كرييت، كرييت يعني اعمل باسورد. طب هلاقي في اوبشن اسمها تشينج باسورد، لما اخش عليها يقول لي اكتب كلمه السر القديمه عشان يتاكد ان انا ابراهيم عميد، يقول لي اكتب كلمه السر القديمه واكتب لي كلمه السر الجديده بقى مرتين، يبقى القديمه هكتبها مره والجديده هكتبها مرتين، مره تايب نيو باسورد ومره ريتايب ات او تايب ات اجين. كويس، في حاجه اسمها باسورد هنت، في اي حاجه بدل ما في باسورد هنت ان انا في الويندوز، يعني طبعا في المواقع وفي الحاجات اللي زي دي ما ينفعش يعملوه، انما في الويندوز بتبقى موجوده. ايه هي باسورد هنت؟ اللي هي يعني كانها ملحوظه، كانه تنبيه للباسورد، بمعنى انك خايف تنسى اسم الباسورد، فبتكتب مثلا حاجه معينه، يعني مثلا واحد كاتب رقم موبايله هو الباسورد، فيكتب في الباسورد هنت ايه؟ موبايل، يعني يكتب كلمه تفكره بالباسورد ديت متعلقه بايه. واحد كاتب تاريخ ميلاد ويكتب ايه؟ ميلاد، يعني ايه كلمه صغيره تفكره بالموضوع ده. بس طبعا يفضل انها تكون بعيده عشان لو حد قاعد على الجهاز غيرك ما يقدرش يتوقع من الهنت، من التنبيه اللي انت كاتبه نفسك ده، هي ايه الباسورد، يعني هي تفكرك بس في نفس الوقت تكون بعيده عن تفكير الناس. يعني مثلا لو حاجه معينه بتفكرك بالرقم ده او بالرقم التليفون ده، اكتب عكسها، فانت تيجي تفتكرها، لما تفتكرها هي تكتب عكسها، فيبقى صعب على اللي هيقعد على الجهاز ده لو كان الموضوع عندك بيستلزم يعني. انما لو هو اصلا ما بيستلزمش انك تعمل باسورد ما تعملش اصلا، زي ما انا هنا مش ما بعملش باسورد لان الموضوع مش لازم، فهنا انا مش عامل باسورد زي قدامك اهو، فهو بيقول لي كرييت اعمل واحد من الاول خالص، انما لو كنت عامل كان هيقول لي تشينج. كويس، بكتب هنا في الباسورد انت زي ما انا عايز، مثلا اكتب موبايل، فتقوم طلعاني كلمه ايه موبايل جنب الباسورد كده عشان لو كنت ناسي. خلاص طبعا انا اقول له كانسل ومش هعمل باسورد. تشينج ماي بيكتشر، اغير الصوره، هي فين الصوره ديت؟ ايه صورتي الرمز بتاعي، فاجي ان هو اقوم داخل ويقول لي بقى انا مثلا فرضنا ان انا عايز احط اي حاجه من الصور دي، اي حاجه، نحط علم مصر يا سيدي، نقول تشينج بيكتشر واضغط عليه هنا. طب واحد بقى يقول لي لا ده انا عندي صوره على الجهاز عايز ادور عليها، اقول له هنا او براوز فروم فور مور بيكتشرز، يعني دور على صوره اكتر، اقوم داخل انا على الجهاز واقوم جايب صور تاني. خلاص
يعني ادخل على الجهاز زي ما دخلنا هنا وادور بقى على الجهاز، اقوم داخل على الديسك توب واقوم مدور في قلب الديسك توب، اقوم داخل على ماي كمبيوتر واقوم مدور في قلب ماي كمبيوتر كده خلاص. هقول له تشينج باسورد، هتتغير الباسورد الايه ايه ما ظهرتش ليه ايه، هتغير باسورد الايه العالم مصر، هتغير قصدي البيكتشر العالم مصر، الصوره هتغير العالم مصر. تشينج ماي اكونت تايب، اللي هو احنا قلنا عليه ان الاكونت تايب نوعين، ادمنستريتور وليميتد. الادمنستريتور يعني المدير الجهاز، وعلى الاقل لازم يكون في مدير واحد للجهاز، بس ينفع يكون اتنين يكونوا تلاته يكونوا اربعه، انما ما ينفعش ما يكونش فيه مدير خالص. وفي واحد وينفع بقى اي عدد ايه ليميتد، او ينفع ما يكونش فيه ليميتد خالص، يعني ناس محدود الاستخدام. شوف انا بقى هنا كمبيوتر ادمنستريتور وليميتد، هو لغي لي اصلا خاصيه الليميتد لان هو عارف ان في واحد بس على الجهاز دلوقتي، فهو لازم يبقى ادمنستريتور. هنوديه في ايه كويس، لازم يبقى ادمنستريتور كويس. set my account to use net باسبورت، يعني ايه ده؟ بتظبط الجهاز بحيث انك ايه يبقى عندك حاجه بيسموها ايه النت باسبورت، دي بتخش بيها على يور ويندوز اكس بي يوزر اكونت، انت كمستخدم في ويندوز اكس بي بيعملوا لك اكونت على في شركه ايه مايكروسوفت. دي حاجه يعني ما تهمناش قوي على الاقل دلوقتي، يعني يبقى ممكن اتعرض لها قدام كويس. فينا ريتد تاسكس يعني الموضوعات متعلقه، وفينا ليرن يعني ايه مانج ماي نتورك باسورد، بريفنت فورجيتين باسورد، تشينج انذر اكونت، كريت انذر اكونت. هنرجع ونجيب الكلام ده بس في حته تانية، بس ده قصدي لينكات متعلقه بالموضوع بتاعك، وديت مواضيع تعليميه الحاجات الموجوده هنا ليرن اباوت. نخرج، يبقى انا كده عملت ابراهيم عبد الحميد. نخش على الجست اللي هو الضيف، اللي هو ده الحساب اللي من غير باسورد. اخش حساب من غير باسورد، قدامي خيارين، يا اما اشغله يا اما مشغلوش. هنا لو عملت تيرن اون ذا جيست اكونت او يوم داخل، يبقى كده الجست بقى موجود. اخش على الجست بقى موجود، ممكن اغير له الصوره بتاعته اهو مثلا، خليها ايه، خلينا في الاسر بوت كتير كده على ما اغيره ليه. المهم فدي ال change ال picture، مجيش من اول مرة ليه. change ال picture يعني اغير الصورة بتاع الجيست بتاع الضيف بتاع الجهاز، هلاقي فيه اكونت جديد ظهر لي اسمه ايه، اسمه جيست اللي هو ايه ضيف، تمام جيست اكونت. تيرن اون احنا عملناه يعني تيرن اون شغال، وهنا تيرن اوف ايه اوقفه. يبقى هو في حاجتين، يا اما اغير له صوره، يا اما اعمل له تيرن اون، يا اما اعمل له تيرن اوف. هما الثلاث حاجات دول المتاحين في موضوع الجست. الجست ده بيقدر يخش على الجهاز، يقدر يشغل اي حاجه موجوده، يقرا له كتاب، يسمع له اي حاجه صوت، يسمع له فيديو، يشتغل على اي حاجه متاحه بالنسبه للجهاز، بحيث ان هو ايه يبقى في امكانيه ان انت ممكن تسيب الجهاز، بس ما بيبقاش له امكانيه او صلاحيه ان هو مثلا يغير في حاجه، يعدل في حاجه في الاوبشنز بتاع الجهاز، ولا انه يسطب برنامج، يعمل انستليشن للبرنامج يعني، او يفكه من التسطيب. نخش بقى على change an account create an account. change an account يعني نغير خواص الاكونت، فانا هغير خواص ايه، ما انا عندي اتنين اكونت اصلا اللي احنا دخلنا عليهم، فما فيش حاجه جديده يعني كويس. create a new account اعمل بقى اكونت جديد، فاسميه مثلا شريف عبد الحميد اخوي ماشي، واقول له next. بيقول لي بقى الاكونت الجديد ده اعمله كمبيوتر ادمنستريتور ولا ليميتد، اقول لا اعمله ليميتد. ممكن اخليه ادمنستريتور يبقى زي، يبقى متاح له كل حاجه اهو، with computer administrator account you can كذا وكذا وكذا. ليميتد لا، ده ليميتد حاجات ايه، ويز ليميتد يو كان حاجات ايه ما تقدرش تعمل تقدر تعمل كده، انما هنا متاح لك كل حاجه، فانا اعمله ليميتد واقول له ايه كرييت ان اكونت كويس. بقى شريف عبد الحميد موجود اهو كويس، اخش على شريف عبد الحميد، انا متاح لي اغير اي حاجه في شريف عبد الحميد لان انا الرئيس بتاعه، انا الادمنستريتور كويس، انما هو مش متاح ان هو يخش عليا، يعني انا متاح ان انا اخش عليه اغير له اي حاجه كاني انا هو بالظبط، يعني هو يقدر يغير نفسه وانا اقدر اغير له الخواص اللي موجوده عنده، انما العكس غير صحيح، انا اللي اغير لنفسي بس ان انا ادمنستريتور كويس. اخش على بقى تشينج ثاني، ممكن اغير الاسم من هنا. تاني حاجه اكريت باسورد، ممكن انا اعمل له باسورد، يعني انا اعمل له حساب واغير له الباسورد اخليه هو ما يخش على حسابه، دي متاحه بالنسبه لي.
طيب نيو باسورد، هنعمل باسورد برضو، وبعدين يقول لي طيب ات اجين، وبعدين يقول لي اعمل لي اعمل لها الهند، اقول له كانسل. تشينج بيكتشر، اغير له البيكتشر. كويس، اغير له البيكتشر زي ما قلنا، ده يعتبر المراجعه اللي فات. تشينج ذا اكونت تايب، اغير الاكونت تايب من كمبيوتر ادمنستريتور ليميتد او العكس. كويس، في حاجه بقى اخيره، ديليت ذا اكونت. دي ذا اكونت دي ما كانتش موجوده في الكمبيوتر ادمنستريتور. ليه؟ لانك مش متاح لك اصلا انك تلغيه. طب ما انت لو لغيته هتبقى لغيت الجهاز، تبقى لغيت الويندوز، تبقى ما فيش مجال لانك تدخل على السيستم، ما فيش طريق اوصل له للسيستم للكمبيوتر او للويندوز نفسه. كويس، فانا ديليت الاكونت اقدر امسح شريف عبد الحميد عادي. فبعد ما جاش شريف عبد الحميد يقول لي في شويه ملفات متعلقه بالشريف عبد الحميد موجوده مثلا في مش عارف في الصور بتاعته او في حاجه معينه، كيب الفايلز احافظ عليها ولا ديليت ات؟ انا اقول له لا مثلا ديليت ات، لان هو اصلا ما حطش حاجه، احنا لسه عاملين اكونت حاجه. فيجي يقول له انت متاكد انك عايز تعمل ديليت الاكونت؟ اقول له ايوه ديليت الاكونت. يبقى الشريف عبد الحميد اللي كان موجود هنا اتلغى. كويس، حاجه بعد كده اللي هي تشينج ذا واي يوزرز لوج اون اور اوف، اللي هي ايه؟ اليوزرز اول ما بيخش، لما انا بيكون عندي اكتر من حساب بيجيب شاشه، بس للاسف انا لو خرجت من البرنامج مش هتيجي، يعني لو خرجت من البرنامج مش هتتصور في ظني، يعني مش عارف انا ما جربش الموضوع ده، بس ايه مش عايز اغامر واجربه، بس اظن كنت جربته قبل كده، والبرنامج اللي انا بسجل بيه بصور بيه ده يعني اول ما اخرج من الويندوز بيقفل، فالتسجيل بيروح، فانا مش هقدر اوريها لحضراتكم. بس هي هتلاقي كده حاجات ابراهيم عبد الحميد تحتيه، شريف عبد الحميد تحتيه، الجست حاجات كده يعني مرصوصين زي الرصه دي، بتقوم انت داخل على بتاعك، اذا كان معمول له باسورد ضغطت عليه يقول لك دخل باسورد، وهتلاقي جنبه علامه استفهام، تضغط عليها يطلع لك الهند اللي احنا ظبطناها، اللي هي الكلمه اللي بتفكرني بالباسورد بتاعتي. كويس، فانت لما تعمل هيطلع لك الحاجات دي وانت داخل على الجهاز، وانت لما بعد ما تعمل ريستارت تقوم طلع لك، او تعمل لوج اوف زي ما كنا شرحنا من هنا. لوج اوف ان انا اخرج من الاكونت بتاعي، فلوج اوف عندي حاجتين في لوج اوف. لوج اوف ان انا في الاكونت بتاعي واطلع اخش عند اكونت تاني. سويتش يوزر بقى لا، ان انا اسيب الاكونت بتاعي مفتوح واطلع اروح عند حد تاني بس بتاعي يكون لسه مفتوح، يبقى لوج اوف بتقفل بتاعي اللي انا واقف فيه حال. سويتش يوزر ديت ما بتقفلوش، ده بتسيبه مفتوح وبتروح تفتح عند واحد تاني. يعني البرامج اللي هنا لو عملت لها لوج اوف البرامج هتقف، انما سويتش يوزر هسيب برامجي شغاله واروح اشغل برامج عند واحد تاني. خلاص، يبقى كاني عنده كمبيوترين في الحاله دي، يعني ده شغال لوحده وده شغال لوحده. كويس، تشينج ذا واي بقى يوزرز لوج اوف. انت عندك تو واي لليوزر لوج اوف، يوز ذا ويلكم سكرين، يوز الفاست يوزر سويتش. انت الفاست يوزر سويتشنج دي اللي هي تبدل ما بين المستخدمين، تيجي تقوم كاتب ابراهيم عبد الحميد والباسورد بتاعته، تقوم عامل ضغط انتر زي الطريقه اللي بيخش فيها في الايه في المنتدى والحاجات دي. الويلكم سكرين ان هي يجيب لك شاشه الويلكم سكرين ويجيب لك الاكونت زي ما انا شرحت لحضراتكم، فيها شبه قوي من الحكايه اللي هنا دي، بس دوت مرصوصين جنب بعض، دوت بيبقوا مرصوصين تحت بعض. خلاص، فاقول له ابلاي اوبشنز المتاحه بالنسبه لي. طبعا انا معلم على اتنين صح، ممكن اعلم على واحده فيهم صح. خلاص، في حاجه تانية ممكن نقولها في الحاجات دي؟ طبعا ده الليرن ده ممكن تفتح اليوزر اكاونت وتقرا في الموضوع الكلمتين اللي هو كاتبهم لك، ايه الامكانيات والحاجات اللي متاحه، يوزر اكاونت تايبس، ايه الفرق ما بينهم اهو. شوف الكمبيوتر الادمنستريتور كله صح، يقدر انستول بروجرام اند هاردوير، يقدر يجيب هاردوير حاجه جديده في الجهاز، ها يعني يقدر يجيب كارت شاشه، يقدر يظبط كارت صوت، يقدر يعمل اي حاجه صح، انما تاني ما يقدرش. يعمل سيستم وايد تشينجز يعني يغير تغييرات واسعه المدى في السيستم صح، يعمل كذا يعمل كذا كله صح صح صح. هنا ده يقدر يغير الباكتشر بتاعته ويقدر يعمل له شويه ايه، يغير له الباسورد بتاعه تمام. انما طبعا نقطه ان هو يشغل فيديو، يشغل النت، يعمل اي حاجه، دي متاحه الاثنين، بس احنا بنتكلم على الويندوز نفسه. هو الاكونت ده معمول للويندوز، مش معمول ان هو يحد حريته ان انا اخلي فلان ده لما يخش على الجهاز ما يعرفش يشغل حاجه، ده موضوع تاني، انما انا قصدي ان هو يحد من سلطاته على الجهاز، يحد من ادارته للجهاز. خلاص، سويتشنج يوزر كمان موجوده من الستارت اهي، عندك لوج اوف وعندك سويتش يوزر. يبقى انت عندك اللوج اوف قلنا بتقفل الاكونت بتاعك وتروح عند واحد تاني، انما سويتش يوزر ده عشان تبدل وتسيب بتاعك مفتوح. اظن كده استعرضنا جزء كبير من حاجات ده الستود يوزر، ما اظنش ان هو الكلام ده برضو. انا بدور على حاجه يعني يمكن تكون حاجه مميزه انا اغفلتها ولا حاجه. لا مفيش.
اظن كده خلاص الحاجات الاساسيه اللي متاحه لل او اللي حضرتك محتاجها في المرحله اللي احنا فيها من سنه اولى كمبيوتر. حضرتك اتعرفت عليها واظن ان الموضوع ممكن يكون مفيد بالنسبه لبعض الناس. شكرا على حسن استماعكم. ارجو ان تكون الحلقه عجبتكم، وارجو ان انتم تستفيدوا بالحلقات. نرجو من بس جميع الناس اللي متابعانا دعوة بصالح الغيب، دعوة بظهر الغيب، آسف، دعوة بظهر الغيب القائمين على السلسلة، إن ربنا يوفقهم كده ويهديهم ويعينهم، ويعين على تجاوز المرحلة دي من الخلافات اللي موجودة في السلسلة والمشاكل اللي بتواجهها، وإن احنا إن شاء الله نقدر نكمل معاكم. أرجو إن انتوا تعذرونا على التأخير اللي احنا متأخرين على حضراتكم، لأن الموضوع يعني فيه مشاكل وعوائق كده ما اخبيش على حضراتكم. فارجو ان انتوا تدعوا لنا ان ربنا يوفقنا، وان الموضوع يستمر بشكل واسع، وان السلسله تقدر تخطو الخطوات اللي هي كانت بتتمنى انها تخطوها، يعني نقفز قفزات بحيث ان احنا نوصل للمستخدم العربي او الانسان اللي متابعنا او الشخص اللي متابعنا لمستوى راقي جدا يؤهله لانه يستخدم الكمبيوتر استخدام فعال وقوي في حياته. شكرا لكم على حسن استماعكم. ما تنسوش دعواتكم ان شاء الله توصلنا، ويا ريت يبقى في تواصل بالايميل والموبايل لو في اي مشكله او في اي استفسار او في اي اقتراح او في اي حاجه ممكن نقدمها لحضراتكم. محدثكم ابراهيم عبد الحميد، شاكر جدا لمتابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.